نقل الكلام من هذا إلى هذا، يقول فلان قال فيك كذا أو كذا. هذا الذي ينقل إليك الكلام يقول فلان يتكلم فيك، هذا الذي أرسل إبليس. فأي واحد يأتي ينقل إليك الكلام قل من أرسلك؟ إذا لا يعرف قل له أنت الذي أرسلك إبليس الشيطان. لأن هذا نقل الكلام هذا كبيرة من كبائر الذنوب. من ينقل لك الكلام سينقل كلامك إلى الآخرين أيضا. إذا ما يمكن أن ننقل الكلام فلان تكلم فيك فلان قال فيك، هذا إذا كان صدق كبيرة، فما بالك لو كان يكذب ينقل لك كلام ما قيل أصلا.